احتفاء واضح لا يخلو من دلالة عدة لقيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لدى زيارته إقليم كردستان العراق لافتتاح قنصلية لبلاده في عاصمة الإقليم. الوزير التركي وصل مصحوبا بنحو 80 من كبار رجال الأعمال الأتراك في إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها أنقرة لمستقبل علاقاتها مع كردستان العراق. المصالح الاقتصادية بين الجانبين ليست وحدها، بل ثمة تنسيق وتعاون أمني بين الطرفين لضمان ديمومة تلك المصالح. أوغلو قدم إلى أربيل من البصرة عاصمة الجنوب العراقي، حيث افتتح هناك بمعية وزير التجارة التركي ظفر جغليان قنصلية أخرى. مصادر عراقية وتركية شاركت في حفل الافتتاح أشارت إلى سعي تركيا لجعل هذه القنصلية حلقة وصل لمصالحها في جنوب العراق ورأس منطقة الخليج، معتبرة أن الزيارة تأتي تتويجا لما وصفته بالعلاقات المتطورة بين العراق وتركيا والإعطاء انطباع جيد للشراكة الاقتصادية والتجارية بينهما.